نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. وهذا السؤال 19 من مصر. تقول السائلة: هل تجوز قراءة الحائض في القرآن الكريم في رمضان بنية التعبد لله تعالى لتدرك ختمة رمضان من غير المصحف؟ يعني فهمت من سؤالك يا بنتي مصر أنك تقرأين عن ظهر قلب أو تقرأين من خلال مسجلات الرقمية، هذا ليس فيه إشكال أبدا ولا حرج عليك ولا بأس عليك إن شاء الله. وإنما لو قرأت الحائض من المصحف مباشرة بلا حائض، فالذي استقر عندي بعد النظر المستفيض أن بدنها طاهر وأنها لا يجب عليها وضع حائل بين يدها والمصحف. اقرأي كما شئت، إن كنت حافظة وقرأت عن ظهر قلب فاختم القرآن ولو عدة مرات في رمضان أو غيره. نعم، وإن كنت لست حافظة فلا مانع أن تقرأي من المصحف كما قدمت، والله أعلم.